يعني برضو بالمناسبة، بمناسبة 2014، هو أنا لو جيت كده وطلعت ووقفت قدام حضراتكم على الشاشة وقلت لكم يا جمهور الأهلي خلينا نحتفل بدوري 2014 النهاردة بعد 7-8 سنين، أقول لجمهور الأهلي إيه؟ يا جمهور الأهلي خلينا نحتفل بدوري 2014 اللي الزمالك خده علشان إحنا كان حقنا إن إحنا ناخده، وخلينا نحتفل بالدوري ده على السوشيال ميديا وعلى هنا بعد 7-8 سنين. طبعا انا بقول الكلام ده ليه؟ اولا ما حدش هيصدقني، وما حدش هيبص لي، وما حدش هيتفرج على الشاشه، وبالتالي الناس هتقول اسلام اصله يعني بيقول اي كلام. ليه انا بقول الكلام ده؟ لانه الحقيقه امبارح سمعت، هو نادي القرن ده احنا لسه هنتكلم فيه؟ هو موضوع نادي القرن ده احنا لسه هنقعد نتكلم فيه تاني؟ هو بجد بعد 21 سنه الناس جايه تتكلم عن حق يراد به باطل؟ اي كلام بيتقال وخلاص، انتوا بتقولوا اي كلام وخلاص، واحنا لسه هنقول لكم الارقام والنقاط ماشي، شكرا يا سمر، شكرا يا حبيبي. هذا هو الفارق ما بين النادي الأهلي وأي نادي في مصر وأفريقيا، النادي الأهلي هو نادي القرن في أفريقيا. بالكلام يا عم إسلام أنت عمال تتكلم وتقول أي كلام. لا أهو بالفيديو أمام حضراتكم العظيم الأسطورة صالح سليم الله يرحمه رئيس النادي الأهلي بيستلم جائزة نادي القرن في أفريقيا. هل في نادي تاني هو اللي بيستلم الجائزة دي؟ خلينا نسمع. Presentation of the same honor. اثنين معا النادي ورئيسه. أفضل نادي في القرن العشرين النادي الأهلي المصري في القارة الأفريقية. Ladies and gentlemen, سيداتي سادتي. Honor which happens once every 100 years. أنا سعيد جدا بهذا الإنجاز وهذا اللقب في ألف يوم. هو كابتن صالح سليم الله يرحمه رئيس النادي الأهلي صح؟ مش رئيس نادي تاني اللي خد البطولة دي. اقعد احسبها أنت مع نفسك، روح مع نفسك واقعد احسبها كده وقول 1+1 يساوي 2 و2+1 يساوي 3 واقعد احسب النقاط عشان تعرف ايه الفرق ما بين نادي القرن واي نادي تاني. اقعد احسبها مع نفسك كده وعد واعمل اللي انت عايزه. لكن هو احنا لسه هنرجع نتكلم في الموضوع ده تاني؟ انا والله يا جماعه انا اسف جدا ان انا بتكلم في هذا الموضوع، ولكن انا استفزني يعني، هل انا ينفع ارجع اقول يا جماعه خلينا نحتفل بدوري 2014 اللي الزمالك خده علشان النادي الاهلي كان احق؟ احق ازاي؟ ما هو الزمالك خده في الوقت ده يعني. ما حدش هيصدقني، كل الناس هتبص عليا كده وتقول اسلام ايه؟ ما حدش هيصدقه. يا جماعه احترموا عقول الناس بقى. خلينا نحترم عقول الناس، مش لمجرد ان حضرتك عايز تعمل فرقعه، عايز تعمل شو اعلامي، عايز تعمل حاجه معينه، عايز تعمل اي شيء. بيفكرني باغنيه الفنان هاني شاكر. هاني شاكر بالمناسبه اكبر زملكاوي. قال ايه؟ عيد ميلاد جرحي انا، يعني انت عايز تعمل عيد ميلاد للجرح بتاعك؟ هو ده كلام؟ على فكره دولاب النادي الاهلي مليان بطولات، دولاب النادي الاهلي كثير من البطولات اللي حضرتك او اي حد في افريقيا او اي حد في مصر ما شافهاش. فمن فضل حضراتكم ما بلاش تزييف الحقائق. من فضل حضراتكم احنا عايزين نتكلم دائما على الترند الايجابي، مش عايزين نتكلم فلان رد على فلان وفلان عمل مع فلان وفلان بيضحك على فلان. الكلام ده حضراتكم عايزين ننساه شويه، وعايزين نتجه دائما الى الشيء الايجابي اللي احنا نقدر من خلاله نعمل مجتمع جديد، مجتمع ينبض التعصب. كتير بيقول لي او بعض الناس تيجي تقول لي اسلام ما هو انا لازم يا جماعه بناء على المكان اللي انا فيه ده لازم ارد على بعض الاكاذيب الواضحه. الاكاذيب الواضحه، انا هنا ما بغلطش بالمناسبه، ولكن الاكاذيب الواضحه ليه اكاذيب واضحه؟
لان انا حضرتك النادي الاهلي عنده ميثاق، عنده ورقه كده بتقول ان هو نادي القرن في افريقيا. مش الورقه دي مش من جيبي، الورقه دي مش من جيبي، الورقه دي الاتحاد الافريقي، الاتحاد اللي هو بيدير كره القدم في افريقيا هو اللي طلعها، مش من وزاره التموين، من الاتحاد الافريقي، مش من حته تانية. فالموضوع يا جماعه بجد اصبح، وانا مش هتكلم في الموضوع ده تاني، مش هتكلم في الموضوع ده تاني، لانه ولكن لبعض من لا يشجع النادي الاهلي، من فضل حضراتكم ما تمشوش ورا تزييف الحقائق، اعرفوا التاريخ صح وشوفوا التاريخ ماشي ازاي، هتعرفوا ان الاهلي الافضل في كل شيء، مش بالكلام ولكن بالارقام، بالارقام، 1+1=2، اذا النادي الاهلي هو نادي القرن في افريقيا. فمش عارف اتكلم في الموضوع ده تاني، وانا الحقيقه ببقى مكسوف وانا بتكلم في الموضوع ده والله، بعد 21 سنه جاي تتكلم في الموضوع ده. عموما احتفلوا على هنا، احتفلوا هنا، احتفلوا هنا، ولكن النادي الاهلي هو نادي القرن في افريقيا وهو كبير افريقيا. خلينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع ناخد اخبارنا.